نأتي الآن تنصيب زوج أو فريق حماة المال. اليوم المحافظة الولائية الكشاف الإسلاميات تمضي الاتفاقية مع الوكالة الوطنية الوكالة الولائية أو الجهوية للتسيير المدمج للموارد المائية في إطار تكوين فوج نحن حماة الماء، تجسيدا للعمل الميداني الرامي إلى تحسيس كامل شرائح المجتمع في إطار تحسيس حول اقتصاد الماء ومحاربة التبذير وتلوث الماء.